في 19 من أغسطس في كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للتصوير، والذي تم الاحتفال به لأول مرة في عام 2010. يعد هذا اليوم بمثابة احتفال عالمي لعلوم فن التصوير الفوتوغرافي، والذي يسمح للهواة بالتعبير عن أنفسهم والتواصل مع الآخرين من دون كلمات. المصورون والمحترفون والهواة من جميع أنحاء العالم يحتفلون سنويا عبر التقاط صور ومشاركتها مع المستخدمين. فتحت هاشتاغات عدة، مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم نشروا أجمل الصور التي التقطتها عدساتهم، والتي تنوعت بين الكائنات الحية والأشخاص والنباتات، إضافة إلى تصوير المدن والأطعمة في تنوع بديع يترجم رؤية وفلسفة المصورين للأشياء من حولهم.